في فرقة بتروح وبتيجي وبتمشي، البعض بيسيب علامة والبعض بيمشي كده ما نفتكرهوش. جيلبرتو واحد مننا، أهلاوي، تحس اللي هو متربي في قطاع الناشئين، حب، إخلاص، جدعنة، وفاء، بطولات، إنجازات. حتى النادي الأهلي على مستوى لما بيروح يلعب أي فرقة من أنجولا بتلاقيه واقف معاك، بيساندك، بيشوف طلباتك إيه، حاجة مشرفة، حاجة محترمة. عشان كده كان معانا في سنة أهلي النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي المخلصين وواحد مننا، جيلبرتو. دلوقتي كمان هنروح لفقرة رد الجميل، نشوف معانا مين، وبعدها نستقبل اثنين من نجوم النادي الأهلي ولاد النادي الأهلي ونجوم مصر كمان، الكابتن أسامة عرابي والكابتن ياسر ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر قناة الأهلي على وجودي معها. بالنسبة لبدايتي في الكرة الطائرة كانت من خلال المدرسة. أنا كنت في مدرسة رهبان، وكان الرهبان دول مدرسين بيجونا من فرنسا. كل مدرس بيقعد عندنا حوالي 5 سنين، فكان كل فصل في المدرسة بيبقى عنده كرة فولي وكرة باسكت وكرة قدم، واحدة كرة قدم. كان المدرس بتاعنا فرنساوي دهوت بيحب يلعب كرة طائرة، فابتدينا نهتم بيها وابتدينا نلعب معاه، فابتدى من هنا حبي للكرة الطائرة، وانتقلنا من اللعب في المدرسة ان احنا بنبدأ نتمرن ونتدرب مع كابتن وسيم قطب وكابتن ميسر في نادي الجزيرة. الكلام ده كان عمرنا حوالي 14 سنة. ابتدينا نلعب لمدة سنة او سنتين نتمرن. كان مدربي في الوقت دهوت كان الدكتور سمير لطفي، ربنا يديله الصحة. لعبت معاه واتمرنت معاه تحت 16 سنة، وكنت في نفس السنة بتمرن معاه بعد الظهر وتاني يوم بلعب معاه في الدرجة الأولى. يعني اتصعدت من 16 سنة للدرجة الأولى، بيبقى مدربي بيلعب معايا في نفس الفرقة. وابتديت ألعب في 16 و18 وكان في 20 سنة، ووصلت للدرجة الأولى. وبعدين رشحت ان انا اخش المنتخب التاني، كان في زمان منتخب اول، منتخب تاني، ومنتخب تالت. فرشحت للمنتخب التاني، اختاروني المسؤولين في الاتحاد ان انا امثل مصر في المنتخب التاني. فبقيت يعني بقيت مش عارف اخد قرار، اكمل فولي ولا اسافر اتفسح واقعد في فرنسا 3 4 شهور. كان ليا زميل اكبر مني، كان صانع العاب نادي الجزيره، الدكتور عماد سيد احمد. قعدت معاه وخدت رايه، قلت له دكتور عماد انا النهارده مترشح ان انا في المنتخب الثاني، وفي نفس الوقت انا قدامي زي ما بسافر كل سنه ان انا ممكن اطلع فرنسا اتفسح 3 شهور، فانت ايه رايك اخد انهي قرار؟ فقال لي انا من رايي لو انت اتمرنت كويس وقعدت هيبقى لك دور في المنتخب. خدت قرار ان انا اقعد وما اسافرش. قعدت ودخلت المنتخب وابتديت اتمرن. بعديها بسنتين اتصعدت المنتخب الاول مع اللواء عبد الحميد الوكيل، مثلي الاعلى في الكره الطايره هو كابتن محمود فرج. فطلب مني قال لي يا محمد احنا النادي الاهلي طالب ان انت تيجي تقعد مع كابتن عاطف رزق. كان ساعتها اللواء عاطف رزق هو المسؤول عن الكره الطايره في النادي الاهلي، طالب ان تقعد معاه. بدون تفكير، كان نفس الميعاد بتاع نادي الزمالك تقريبا، هو نفس الميعاد النادي الاهلي، بدون تفكير جيت النادي الاهلي. بس بعد ما سالت كابتن محمود فرج سؤال، قلت له انت النهارده كابتن منتخب مصر، كابتن النادي الاهلي، احسن معد في مصر كلها وفي العالم العربي، هل انا لو جيت من نادي الجزيره للنادي الاهلي هيبقى لي مكان ان انا العب عليك وانت في الوضع ده؟ قال لي لو انت عندك القوه والاراده ان انت تلعب هتلعب. وفعلا جيت النادي الاهلي ومضيت بدون اي نقاش او تفاوض او اي شيء. كل ان انا جيت سلمت على الكابتن عاطف وسلمت على الكابتن محمود فرج كان موجود معاه، ومدرب الفريق كان ابراهيم فخر الدين، ومضيت وابتديت اتمرن مع الفرقه. من المواقف الصعبه جدا بالنسبه لي
ان كان اول ماتش العبه اهلي وزمالك. طبعا ما كانش عندي رهبه من اهلي وزمالك لان كانت اول سنه اجي فيها النادي الاهلي. كنا بنلعب في نهائي الدوري العام في اسكندريه في صاله البلديه، وكنا خسرانين من نادي الزمالك 2-0، والشوط الثالث 13-9. فكابتن ابراهيم فخر الدين اخذ ريسك، طلع كابتن محمود فرج ونزلني. الحمد لله ربنا وفقنا وخدنا الشوط ده 15-13، وغيرنا الماتش ل 3-2 للنادي الاهلي. دي كانت بدايتي وظهوري مع النادي الاهلي. طبعا اي بطوله، اي بطوله بنفوز بيها بتدي سعاده للواحد، لان البطوله انت بتكسبها بعد مشقه وبعد تعب، فده بتديك طعم للمكسب اللي انت تكسبه. والاداء كويس بتبقى انت راضي عن نفسك، لان انت بتبقى نايم بتحلم بالمباراه، بتحلم بالبطوله، بتحلم بالمواقف اللي هتقابلها في خلال البطوله. اما هقف في مشكله هحلها ازاي وانا بلعب؟ تفكيري هيبقى عامل ازاي؟ مين اللي هيقدر يسندني وانا بلعب؟ مين اللي هيقدر يخلص لي دي؟ مين اللي اقدر اعتمد عليه في الكور الصعبه؟ مين اللي يقدر يخلص لي نهايه الاشواط؟ كل الحاجات دي انت بتقعد تحسبها بينك وبين نفسك، كانك قاعد بتحفظ هتعمل ايه. اولا انا بحب اشكر النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي في النادي الاهلي وزملائي في الفتره اللي لعبت فيها في النادي الاهلي، لان الناس دي هي اللي عملت الكره الطايره في النادي الاهلي. النادي الاهلي له سمعه زي ما له سمعه في الكوره على مستوى افريقيا والدول العربيه، نفس السمعه دي ونفس المكانه للكره الطايره للنادي الاهلي سواء في افريقيا او في الدول العربيه كلها. النادي الاهلي بيخش اي مكان بيبقى له وضع خاص وبيشرف المكان اللي هو موجود فيه، بيخلي الناس كلها مرتبطه بيه. انت ما بتشوفش النادي الاهلي لما بيلعب في اي محافظه من المحافظات، في اي بلد، اي دوله عربيه، الجمهور بتاع النادي الاهلي ومشجعين النادي بيبقوا عاملين ازاي. انت بتلعب في اي مكان كانك في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي له عشاقه في كل مكان في الدنيا.